شوف انا جيت من الفنطاس كنت مخلص الابتدائي وكان الابتدائي يعني ما يعادل الاعدادي ما يعادل عن اول روضه ثلاث سنين ابتدائي اربع سنين ثانوي خمس سنين كان النظام نظام فلسطيني تغير سنه 56 صار أربعة وأربعة وأربعة صحيح. فأنا لما خلصت الابتدائي اللي هو ما يعادل الإعدادي جيت الكويت جبلة لا جيت أنا سلمك الله شرق جيت الكويت ترى الفنطاس هم الكويت بس الكويت حجانا اللي جيت شوفنا جيت مدينة الكويت أي المدينة أي. أي. لا بشرق طال عمرك كان في بيت مال عزوبية كان العمال اللي يشتغلون في الأشغال واللي يشتغلون بشركة النفط بس معناها عمال ترى كويتيين كله كان طبعا. كان ما في عمال غير كويتيين الله اي نعم بشرق كان بيت للحمدان بشرق حمدان اللي هو من الفنطاس شوخنا من شوخ الفنطاس العوائل الحلوه العوائل صحيح معروف أهلنا الفنطاس يعني. فجينا هذا كان يجمع اهل فنطاس يجون يشتغلون في الكويت ويوم الخميس العصر يطلعون الفنطاس باللواري يروحون لاهلهم ويرجعون يوم الجمعه بالليل علشان يداومون الصبح يوم السبت في معظم شغلهم كان في وزارة الأشغال وأنا فعلا اشتغلت في الأشغال من ذاك.